كاتاستروف. هو شعار هذا الزمان أو قالها النبي الحديفة بن اليمان. ريحة تقطر الآلام وتنقص فيه الأمال ويتخلط هذا المكان بين الكفر والإيمان. نعم هذا الكلام كان وحي منزل يفسر أزمة مجتمع مسكين قاعد يتفزد تهزب الوصايا اللي وصلها للرسول. عدو كل بالنفاق عبد الله بن سلونة. والله ستسألون عند المالك شعب الفقر وبالجهل ولا هالك جيل ولا هايم بالشهوات أو هامل ومسؤول هاني في جوف وقلب هامد. يعني نقول هالك والله دركة عدنا عايشين في حياة شبه بنكة. أصحاب الخير مطرقة من الخوف راهي مدرقة والناس مع الشر موجدين في كل عركة. الفتنة اللي راهي طلعة هنا في دزاير تفكرني في علي وقت طلحة والزبير. مام تكون السيد وإسلامك يكون زايدك إبليس يتسيب والله الدمي واللي سايل الظلم يولي سايدة ويكترك الجراثيمة والناس بأعمالهم يولي كلهم مشرارين. بارتو منتشرين يمشيوك الشياطين يشريوا مشرب دم في العروق الشرعيين. كاتاستروف خطاك الدعوة ولات كارتا خطاك المبيقات فات زماني ولات كات راي كتبة. خويا صدقني راي مش هكتبة كون تطلع راسك تلقى علاماتها مقبلة وكبرة كيما الطوفان راهي مقربة تخربة دوك تنزي الأمراض لي جامي طبرة ضربة شعلة في كل دار في كل بلدة واحد ما يمنع الناس كلك واللي هلقى. كاتاستروف هو عنوان الخطاب. خطك ما كاش كلام ليوصف هذا الخراب. الخليفة بن الخطاب قراها في الكتاب حجيوكم دئاب الملابس تاع عباد يجروا عالبلاد ويخلقوا أزمات يهملوا الدروس على الفتح والغزوات يضيعوا صلوات الصيام والزكاة وفقه الأخلاق يغبروا في الخزانات يكتروا الزنادة وتظهر الدعارة أماكن تاع الفسق تعود منتشرة في كل حارة. الجنس يدير حالة ويحطم الشباب في المدن في الشركات في الليسي والجامعات تتفجر العهاد النفسية والحسية بين دي سوبسيدي ومقيوسين بداء السيدة زيدها إصابات هنايا في الأعصاب تصنع دي بسيكوبات عفيون واختصاب. الشعب يعود مصاب عايش في خطورات ولادو دايما تايها وهملة في الخطوات يديروا غلطات تخوض غير بالتخلاط والجيل كامل يغرق بالخمر والمخدرات واخباط راح تتفلق الجرائم كل يوم عناوين في الصحف والجرائد نشوفوا غرائب الموسم ناس مبطوحة نسا راي مسموحة وأطفال صغير مدبوحة. خطك الدعوة ولات كارتا خطك المبيقات فات زماني ولات كارت راي كتبة. خويا صدقني راي مش هكتبة كون تطلع راسك تلقى علاماتها مقبلة وكبرة كيما الطوفان راهي مقربة خربة دوك تنزي الأمراض لي جامي طبرة ضربة شعلة في كل دار في كل بلدة واحد ما يمنع الناس كلك واللي هلقى. كاتاستروف المجتمعات خبيثة حقد كبير والبغض فيها غليظ عم بالي راي تغيظ كيقول لك الحديث الإسلام رايح يرجع كيما بدا غريبة يرجع وحيد وفي الديار يعود مخزون كيما وقت قريش وقبيلة بني مخزوم. اليوم مسخوه بالبدع نحاولوا أصله وكان لي صعبوه عقدوه حتى نتعصبوا عادي كوصلوا بزاف الوالدين يخافوا عولدهم كي يبدأ يروح للدين يخافوا لا يديوه عباد بالتشويش يقولولو بابك كافر لأنه ما يصليش على ديك الناس تهيجة وتهرب من العقيدة تبان لها تقيلة وعندها عقلية قديمة تروح هذه القيمة والدين يعود عادات يعني كل المعاناة راح تتحملها العائلات. الضرب اعتداءات عنف وطلاق أطفال صغار رايحة ترمى كل في زقاق تتربى في النطاق تاع الدروغ والديلانكونس وتطلع لك سوسيتي تكون متعطشة لافيونس يفقد الأمل والأرواح بدون ثمن رايحة تكتر السرقة بحجة قلة العمل رايح يشرب الخمر لأنه يرفع البدن ورايح يكون الانتحار لأنه يفاجع الملل. كاتاستروف خطك الدعوة ولات كارتا خطك المبيقات فات زماني ولات كات راي كتبة. خويا صدقني راي مش هكتبة كون تطلع راسك تلقى علاماتها مقبلة وكبرة كيما الطوفان راهي مقربة خربة دوك تنزي الأمراض لي جامي طبرة ضربة شعلة في كل دار في كل بلدة واحد ما يمنع الناس كلك واللي هلقى. حتفها بعد سقط المنزل على رأسها بحية تحتهم المسيحة حول سنة أكد أن المسيطة تبغي كيف ربطهم بصير مقتلوا في المقدرة.
تم توثيقهم ثم الحكم عليهم. لا بد لا والو كيف نبيع قيس نقطة الروح بيسر نقطة الروح ما نقولش قاعد هكا مع شابنا شبيبة راه قاري ضايعة شبيبة قاريت كيف مخدرات قاري والو كانوا لي وزينا باسكو كما نشربوش ندير حاجة ماشي مليح هذا كيف وكاشيات شوارع راهم عباد راهم عندهم دي سنتيمون علاه يديروا لا لا لا